28 ديسمبر هي فعاليه تخص اغنيات للوطن، حيغنوا 11 فنان، حتكون هي اشبه بينا مسابقه، حيكون في 4 جوائز لافضل 4 اغنيات للوطن، والناس في احتفائيه استقلال البلاد من 56 هي توافق راس السنه. ايضا 11 فنان حنستمتع بهم جدا في هذه السهره. كبار الفنانين حيكونوا حكام على هذه المسابقة إذا جاز لي التعبير. دكتور عبد القادر سالم هو على رأسهم، فيا رب نستمتع مع بعض. زي ما شايفين الحضور أمامكم، الكل يهتم بهذه الفعالية اليوم. لا بهو شوق
شوق وطن عز وخليل. انا لا بهم شوق انتم شوق وطن عز وخليل. المدائن يا صباحا والمسافات الطرامي والغرى الباري شراحا في مزيج الهدوان. المدائن يا صباحا والمسافات الطرامي والغرى الباري شراحا في مزيج الهدوان. ضلت الناس السماحة ضلت الناس السماحة ضلت الناس السماح بزرق يحشتنا. ضلت الناس السماح بزرق يحشتنا. ضلت الناس في هذه الأمسية المباركة وبالمسرح القومي بمدينة أم درمان العريقة العاصمة القومية، نحتفل كلنا وتحتفل وزارة الثقافة والإعلام بقيدومة أعياد الاستقلال، عيد الاستقلال المجيد الذي سيكون بإذن الله في الأول من يناير 2023. نحتفل ونغني للوطن. اليوم سيغني كل السودان شرقه وشماله وغربه وجنوبه ووسطه، سنغني للوطن وسيغني الشباب. الشباب نصف الحاضر وكل المستقبل، سيغنون للوطن من أجل التسامح والحياة المستقرة والآمنة. نغني من أجل التسامح في هذا الوطن العريق. وبهذه المناسبة نحيي رواد الحركة الوطنية الذين ناضلوا وكافحوا وجاهدوا لفترات طويلة من أجل استقلال هذا الوطن، هذا الوطن الشامخ الذي نرجو له الأمن والاستقرار والرخاء. فلنستمع للشباب ولأصوات الشباب، وسيغنون كل يمثل ولايته، ثم نغني للوطن الأم، لكل السودان، لكل السودان كوطن جامع يشتمل على كل الخيرات الوفيرة. وسنغني للوطن ونغني ونغني ونغني. Oh,
الإقامات الكبيرة من الفنانين الكبار الذين ساهموا في بناء الوجدان الوطني. يعني كل ما نتذكر حسن خليفة العطبراوي، القيم الكبيرة للوطن، كل ما نتذكر الكابلي رحمه الله، كل ما نتذكر محمد وردي هذا النجم الطاغي في إفريقيا في الوطن العربي، وعثمان حسين الكاشف، عدد كبير من الملحنين ومن العازفين ومن الشعراء، ديل كلهم استطاعوا أن يبنوا وجدان وطني جمعي إيجابي فيه الكثير جدا من القيم النبيلة اللي بنفتكر أنه يجب توريثها للأجيال القادمة. لكن الحياة لا تقف، لذلك لا بد للشباب أن يقولوا كلمتهم وأن يستمروا في إعطاء دروس وعبر وقيم للتلاقي والوجدان المشترك. ونحن بنقول برضو أنه يعني التكريم والوفاء لقياداتنا من المبدعين السودانيين والذين سلموا الراية للشباب، ولذلك لا بد أن نقول يعني من لم يكن له ماضي لا يكون له مستقبل. What?
وطن المسؤول، وطن المسؤول، وطن البرنامج ده يعني ممكن فيه إضافة كبيرة جدا للشباب، يعني قدر يقدم لهم حاجات عشان يسهر الناس في أرض الواقع، وحاجات جميلة جدا يعني. وبنشكر كل السادة القائمين على أمر هذا البرنامج، وعلى وجه الخصوص السادة الشعراء والملحنين هم اللي لهم دور في الحاجات يعني. Thank you.
أنا عابدين الفنان الشاب إذا جاز لي التعبير، وهنا عابدين هنا عابدين هنا عابدين واحد من الناس المشاركين في هذه الليلة، لكن ما مشارك كمستابق إنه حيشيل جائزة، لكن هو ختام هذا الحفل حيكون هو ومعه ثلاثة أنفار أو ثلاثة فنانين. لكن هاني مساء الخير. مساء الخير عليك أبو حميد، ومساء الخير على كل المشاهدين. مهرجانات زي دي وطورنا منها. والله يا اخي طولنا منها يا اخي. الحاجه الجميله اننا متزامنه مع الاستقلال. صحيح. 11 فنان شاب جديد اذا جاز لي التعبير حيشارك الليله. والله يا اخي انا يعني بحس بانه مشاركات زي دي يعني بتطلع غنى جديد وجميل وطني، يعني الحاجه دي بحس بها انها يعني بتكون في رصيد الغنى الشبابي بطريقه جميله. يعني فترة من فترات الناس بيقول لك الفنانين الشباب ما مهتمين بالغنى الوطني، ونحن فقدنا الراحل وردي وفقدنا منه وفقدنا منه، لكن شكله في غنى وطني بطريقتنا وبستايلنا. يعني انا الثلاثة السنة اللي فاتت دي تخيل لي الشباب دي اللي قدموا اكتر يعني غنى وطني ممكن يعني بخصهم بستايلات مختلفة، و يعني زي ما بيقولوا مبسوط ليه
عيد جمهورية. ليلة الأغنية الوطنية للشباب، ده كل ما تحول لنا الزمن في هذه الليلة، ليلة ألطف ما يكون رغم البرد الخارس. الوجود كان حضور ممتاز وحضور أنيق وحضور جميل، تغنى الشباب للوطن. نتمنى تتكرر هذه المهرجانات. قناة الشروق تحييكم في كل مكان، أتمنى تكونوا استمتعتوا بهذه الليلة وهذه السهرة. السلام عليكم.
ورد وأزرع أبهاد الله واستسلم أفديك يا وطني لو صرع أبهاد الله واستسلم أفديك يا وطني لو صرع يا وطن الدار بريدة يا علم Oh,